أنا مادلين، حابة أحكي لكم قصتي. قصتي بدت من وأنا صغير وكبرت وكبرت معي قصتي. لما كنت طفلة كنت دايماً أنزل البحر مع أبوي، كنت ألعب وأسبح، كنت أفرح كتير لما أبوي كان يصيد السمك ونقعد أنا وإخواتي نلعب فيه. كنت بحس بمتعة وأنا في البحر لحد ما كبرت همومي معي. صار البحر مش مجرد لعب، صار البحر جزء من حياتي. كنت دايماً أبحث عن أحلامي اللي غير ملامحها الموج وصارت أحلام مكسورة. عن أول يوم طلعت فيه مع أبويا الصيد كنت صغيرة وكان أخواتي يعني صغار، كتير يومها كتير حلو، كان متعنه إنه يعني أنت بتكون إشي حاب إنه أي طفل بحب إنه يروح على البحر إنه يطلع على مركب. طبعاً كانت هاي بداية الرحلة اللي أنا بنيت عليها، تعلقت بالبحر من صغري مع والدي وتميت لحد الوقت هدفي. كنت أقضي وقت إجازتي بالبحر بحيث إني أتعلم مهنة الصيد، لأن أنا كنت كبيرة لوالدي وكنت حابة أن أتعلم أنا المهنة، لأنه البحر صار جزء من حياتي. طبعاً البحر هو المنفس الوحيد بغزة وهو اللون الوحيد اللي لسه ما تلوسش والناس كلها بتقضي وقتها بالبحر. والله البحر وكل الغسل هناك شان أنا إجينا بحر أكبر منه. طبعاً أنا أول ما بدأت بالصيد كنت صغيرة، نزلت مع والدي، كانت بالنسبة لي هواية مش مهنة، كنت أساعده. بس بعد ما تصاب والدي قررت أنه أنا أشتغل بالصيد لحتى أقدم المساعدة لعائلتي. خلص يعني أنا الكبيرة وأنا لازم أتحمل المسؤولية وأنا لازم أن أكون، حتى لو كان الصيد كنت متعلمة. كان عمري 13 سنة نزلت لحالي مع أخواتي، صرت أرمي الشبك وصرت أكون أنا مكان والدي وأخواتي يكونوا مكاني. ضليت بمهنتي لحد اليوم بصرح وبروح وباجي. كبير؟ وكل الغسل هناك شلون انا اجينا بحر اكبر منه. يعني بتقعد بطيق بحر؟ اه وكلوا على يلا روحي. يلا كنت بعد دوام المدرسه انزل ارمي الشباك، والصبح قبل ما اطلع على المدرسه طبعا كنت اطلعه واسيبه على الشط لوالدي، هو اللي يسلكه هو اللي يصفيه هو اللي يجهزه لحد ما انا اروح من المدرسه عشان اعود ارميه بالبحر مره ثانيه. طبعا البحر كان جزء من حياتي، كان هوايتي ومهنتي ومصدر رزقنا، عشت فيه يعني لحد العمر هذا. وأنا إجازتي ووقت شغلي كله وحياتي كلها بالبحر. أول ما كنت أنزل صاروا صيادين يروح لوالدي على الدار يقولوا له كيف بتنزلها، ما تخليهاش تنزل، ما تخليهاش تسرح، ما تخليهاش تسبح. طبعا والدي ما اخذش بكلامهم وانا ما اخذتش بكلامهم، وصرت انزل واروح واجي قد ما كانوا يحكوا ما كنتش اخذ بكلامهم لحد ما تعودوا علي وصرت واحده منهم. كنت انا اتصيد لحالي، ولما كبرت مدلين صرت استعين فيها تشد معي المداه وتتصيد معي. يوم ما عيت بالمره بطلت اقدر اخش البحر قالت لي انا مستعد يابا. كنت انت بنت انت كذا، قالت تبغى تجرب لي. جربت لقيت انها شاطره وجدعه وبتغامر وبتخش في البحر الكبير وبتغطس، وهي الحمد لله رب العالمين سترانا ومستوره وماشي حالنا. يعني ان نحصل ناكل اليوم بركه. طبعا واجهنا مشاكل، واجهنا صعوبات، واجهنا كلام ناس حاقده، ناس متخلفه، ما بعرف انا، كل واحد عنده فلسفته في حياته، بس يطلعش فلسفته علينا يعني.
هي تنزلت البحر ولا بعرف تنزل في البحر، هي عمرها 6 7 سنين بقت تغطس على الصخر وصياده ماهره وامها من كل الصيادين. اول بقى ينظروا لها نظره غريبه، هلقيت من كثر اللي هي في الشغل تاعها والاحترام تاعها صاروا ينظروا لها نظره محترمه جدا. بالاول كنت انا شيء غريب، لكن لما جيت من قرب تقربت عليها لانه ابوها صاحبي، تقربت في البنت لقيت البنت ارجى من الازلام، تنعد اعتبار مش راجل، 5 رجال. انا بقول لها يا يابا كل الصيادين بيحترموا هذه البنت عشانها شاطره ورجاليه، يعني لحتى الان هي اللي قايمه بالاسره. نزلت اول مره قد ما كنت حاسه بخوف، قد ما كنت انا بدي اعمل شيء انه اريح فيه اهلي. لما ابويا مرض وقعد وخلص يعني اجى الدكاتره قالوا له انت ممنوع تصل المية، ممنوع تصل الساقع، ممنوع تصل الريح. الوقت هذا كان فيش مجال قدامي انه الا انا انه انا اكون مكانه، انه انا امسك المال وانا اسرح واروح واجي. طبعا كان الاشي بالنسبه له صعب، بالنسبه لي صعب، بس انا كنت بعرفش ايش اللي قدام، كنت بس انه انا بدي ابدا لخطوه لحالي، بديش احسسه بحاله انه ممكن ينزل، ممكن انه يمد ايده للناس، لا في مين يقف في ظهره. فقديش كان في عنده خوف على اكثر انه تغلبت عليه بالتحدي اللي انا كنت بدي اياه، تحدي انه انا بدي اعمل اشي يعني خلي ابوي يفتخر فيه. نزلت طبعا اول يوم لحالي انا واخواتي، كانوا صغار، كان طبعا بالنسبه لنا اشي صعب، بس انه احنا خلص حابين الاشي وبدنا نتحدى، بدنا نعمل اشي يطلع منا. طبعا واجهت مشاكل انه كان البحر شوي عالي وقلبت فينا الحاسكه، وعودنا ردنا وعودنا جبنا الشبك وعودنا خرجنا وعودنا رمينا. طبعا دخلنا وقلبت المركب فينا، واجهنا صعوبه بدنا نطلع لدرجه انه الصيادين اجت عشان تساعدنا بطلوع، وطلعنا الحمد لله. وعلى هذا الأساس إحنا قوينا وصرنا كل يوم ننزل من غير خوف. كانت صعب على ابويا انه اجى بقول لي يابا حرام انت بنت حضيعي مستقبلك حتتبهدل والبحر مش سهل يعني بظلمه. قلت له يابا خلينا اتعلم فيهاش شيء، مهنتك ما نقدرش نسيبها، مالنا ما نقدرش نسيبه، ان نشتغل اي شغل ثاني ما بنعرفش، احنا ما بنعرفش الا في البحر. ومن يوم ما واحنا خلص هي كانت اول تجربه اول يوم وبعدها تعودنا. مدلين فجاه قالت لي ما بدي اسيب المدرسه، انصدمت يعني كيف يعني بنت في الإعدادية بدها تسيب المدرسة عشان تحترف، يعني خلاص عندها هواية بدها تساعد أبوها في البحر. طب مستقبلك يا أم البحر مستقبل، مش مستقبل إلك، مستقبلك دراستك. ما أقنع فيها ما فيش أي يعني على الفاضي، يعني لقيت البنت متمسكة إنها في البحر ومتمسكة إنها تساعد أبوها وتريح أبوها. هي كانت عندها هواية بالنسبة للصيد في البحر، كانت تطلع مع أبوها بالقارب كأساس هواية، فجأة لقت صنعة هيك احترافتها صنعة، لانه ما فيش بديل انها تشتغل شغل ثاني وتساعد ابوها لانه ابوها مريض وانا تعبانه كنت، يعني ما فيش مصدر رزق لنا. طلع ما راح اوقف لك فوق على الشارع. ضبطها معاه؟ طيب بس بدي اروح اشوف مقادير. طبعا هم كانوا القرايب والاهل عارفين انا قديش كنت متعلقه في البحر، كانوا عارفين انه انا هاي المهنه من وانا صغيره. خلص هم تعودوا، كل ما اكبر عارفين انه مدلين في البحر، السنه مدلين في البحر واللي وراه في البحر وراه. ما كانش شيء غريب لهم. انا مش اجيت على البحر من عمري 15 16 سنه فجاه جيت هيك بتصيد. انا من وانا صغيره وعيت وكبرت في البحر، لهيك هم ما حسوش باي فرق، عادي معروف مدلين في البحر. ما عمريش حسيت انه باي تعرض منهم او اي شيء.
إلا أنهم محبينه، إلا أن أنا لما بروح عندهم الكل بصير بحب يحكي معي، وكيف البحر وكيف الصيد وصلتوا اليوم كيف امبارح، إيه كيف شبكك وكيف حسكتك وكيف حابين الإشي هم، وحابين إنه أنا أضلي كمان بالبحر. سيب يصير حبلة. على العافية يا رجال، كيف أنا السيادة؟ من مرة في السمك يا عمي، احنا وضعنا تعبان، مضاية فارغة كلها على الفاضي، يمين شايف طالعة من نازل. أنا عمري 62 سنة، أنا مبلش في البحر وأنا 10 سنين. أنا إلي بصلح في البحر هلقيت 52 سنة، وضعي تحت الصفر، بقول لك هاي ناجي له 500 دمر تدمير كامل، مش قادر أطعم قوت أولادي. هاي الثلاثة ميل اللي إحنا ماخذينهم والخمسة ميل والستة ميل لا يصلحوا ببحر غزة، بحر غزة بد 12 ميل، بعد الوضع اللي إحنا فيه الستة ميل هذا ببخ السمك فيه، أرض رملية لا تصلح لصيد ولا تصلح لأي حاجة، للبشر حتى، هذه بس نجعلك للتغسيل. بلادنا معروفة بلاد غزة بلاد فيش مرعى، امسكها من رفح لما تصل سدود، هذه بلاد سهل. أنا من مصغري في البحر وأنا عمري 15 سنة، حياتي كلها البحر يعني. إحنا عن جدودنا أخذنا الإشي، هذه ممارسة يعني، جيل بيسلم جيل. بقى البحر منيح يعني في عهد السلطة الفلسطينية، اتفاقية أوسلو بقى العشرين بحر يعني مكيفين. فلما صار الحصار هذا علينا بعد خطف شليط ضيقوا علينا لثلاثة ميل. من 12 ميل ل 3 ميل ما فيش صيد، بينفعش للسباحة البحر. حاليا لقيت ميت الصيد عندنا معدوم، هاي راح علينا الموسم كله، كل حياتنا بقت كلها مقضية يعني. اخوتي يعني بقوا راكنين علي يعني، انا بقيت ممشي العيلة كلها. وهلقيت يعني بعد ما ضربوني اليهود فيش امكانية ارجع اصيد. اليهود بتقول لك احنا سلام عندنا ومش عارف، احنا لا تعون تهريب سلاح ولا بنعمل اشي، احنا بس على لقمة عيشنا. فيش بيعتقلونا بخدونا بنزلونا في الساعة وفي الساعتين في البحر. مش أنا أول صياد أصاب، ولا في استشهد منهم صيادين استشهدوا، في منهم أصاب وفي اعتقلوا، في كل إشي في البحر بيعملونا إياه بيمارسوا فينا في البحر. كل دول العالم الصياد مسموح وين بده يروح، فيش إلا صياد غزة صياد فلسطين. يوم نزلت الايام طلعنا نصيد، خطرنا يعني ورحنا نسرح 14 16 لنجر، سرحنا العصريات، وصلت الشيخ عجلين، ما تفاجأت الا اليهود كشف على لنش واثنين وثلاثه، عرفت ان تدور علي بخبيش عليه، لانه انا عند اليهود لحمه مش مرغوبه. عمار فتح الباب تاع الكابينه يطلع انا حايش فيه، لانه ابني عارف حالنا احنا ميتين يعني، وضعنا انه هلكين، لانه ضرب النار ضرب قصار يعني مش ضرب رحمه. وين مكان يطخ؟ في الكابينه، في الحديد يعني، وفي الكبوت في كله. الصبي حشته اخذ شظايا من الونش صدره وارتمى الصبي، الاولاد الصغار صاروا عيطوا، صارت عندنا زي فاجعه في اللنش، مش عارف يسوي من كثر الطخ، حط قنبله هوائيه تحت اللنش، اللنش طار بيجي 7 8 متر قطع الكرسته كلها. لما ضربوا الكرسته انا فقدت، صرت ادور على الطراد وينه، يعني ما تقول معي انا سلاح بدي اهجم على الطراد، صرت ادور عليه. الطراد يبعد عني وقف، صار يتفرج وصار يضحك ويتخصون. بطلع بعد ربع ساعة وبطلع في اللنش، إلا اللنش يمكن معبي نصه مية. في واحد من ولاد عمي يقول لهم هذا اللنش أبو عامر اللي بنضرب. أجى أولادنا بالأسعافات من هان، أديت اللنش لقيت كل جماعتنا هيك. هو لو ما انقطعش السلك في القنبلة ما خلاش فينا واحد طيب، هو جاي يعدمنا عدم.
ضرب المركب تاعي هذا وراح. قعدت 10 ايام في غيبوبه مش صاحي عن حالي. طلعت على الشط لقيت ابني مصاوب والاولاد الصغار قعدوا يمكن فتره عيانين، والحياه تاعتي الانش لما الكراسه راحت بجيب 20,000 دينار. مش قادر يعني، مش قادر اصلب حالي لانه الوضع تعبان. وهذه اللي هو دمرتني، رجعتني لخمسين سنة لورا. المشهد اللي كتير لحتى الآن متأثرة فيه اللي هو مشهد المركب الصيادين المحروق اللي كان طبعاً حرقه من الإسرائيليين، منظر الصيادين وهم بطافوا فيه. طبعاً المشهد هذا مش قادرة إني أنساه بالمرة، وخلى عندي إصرار إنه أنا أضل بمهنتي، وهذا السبب الأساسي اللي خلاني إنه أنا بدي أضل بالبحر. روح الحاسكة يا راه، خلص طيب شرط بخطأ. آخر حرب أجت، أجتنا حرب الفرقان، وإحنا الناس ما لناش في السياسة كصيادين يعني، ما لناش في السياسة وما لناش في الحروب وما لناش إلا على لقمة خبزنا، على لقمة على حياتنا، لأنه حياتنا كلها بؤس وكلها ضنكة. اليهود ضربوا غرف الصيادين ومنهم غرفتنا، ودمرونا الحسكة ودمرونا الماكينة. جينا لقينا الحسكة مفسوخة، حجر جاي عليها فسخة نصين، والماكينة ما لقيناش فيها حاجة، لقينا قطعة في قلبه قعدنا ندور ما لقيناش منها حاجة. طبعا أنا مش لحالي، كل الصيادين أجوا لقوا غرفهم محروقة بمكاينهم بغزلهم، اللي يعيط واللي يخبط على وجهه واللي عليه ديون واللي عليه مش عارف يعيش واللي يعني بؤس بؤس. منظر الصياد اليوم منظر معدوم نهائي نهائي، لكن مع ذلك بدنا نظل عايشين، يعني بدنا نعيش من أجل البقاء بس فقط. الساعة 5 الصبح ما استفقنا الا طب اطلاق نار الطرد. احنا بنعرف اللي بيضربوا نار هيك تخويف، لكن هذه لما انضرب علينا اطلاق نار خفنا للامان، يعني صواريخ ضب بيضرب علينا. اجت في الحسكة الحمد لله، صح اجت جنبنا انا بحمد الله اجت في ايدي، اما الستة اللي معي ما حد صار فيها. اليهود اعلنوا ان احنا مخربين بعد نص ساعة ما بحثوا عنا، قالوا هذول صيادين، احنا بالغلط انخبطوا هذول واحنا متاسفين على اللي بيصير فيهم. وهيني يعني صرت بقول لك زي الغريب، اجي على البحر اجي يعني زيك، اعمل رجلي بله واطلع وخلاص، يعني لا فيش امكانيه انزل البحر. اليهود بيضربوا الصيادين بالعمد عشان يقرفوهم البحرات، بحر غزه مش بحر اليهود، لكن احنا بنقول لهم احنا صامدين في ارضنا، صامدين في بحرنا، صامدين في بلادنا كلها، فيش امكانيه نسيب البحر. يا رب سهل، يا رب يلا سهل، يلا انهونا اضطرنا يا رب. طبعا بعد ما تصاب والدي قررت ان انا اضل بالبحر لحتى اقدم المساعده لاهلي، وهذا السبب اللي اجبرني اترك المدرسه علشان اقدر انا اشتغل بالصيد واقدر اقدم المساعده لاهلي. لما قالت لي بدي اترك المدرسه وبدي اغش في غمار البحر، فانا قبلت كلامها، مع ان الله يعلم قديش الواحد تحصر في كلامها، يعني انا بدي اياها تقرا وتطلع وتنجح وتخش جامعه وتخش مدارس لكن عاد ما فيش حد معين، فتقبلت على اساس بدنا نعيش وما فيش حدا مدور علينا، يعني فيش حدا، احنا مش منتميين لا تنظيمات ولا لغيره. لما انها خشت وصارت تجيب مصاري وتجيب سمك وتجيب حاجه، ها عبال ما اخوتها بس يكبروا شويه وبعدين ان شاء الله يا ربي يكبروا ويعنونا، احنا بدنا نعيش زي الناس بشرف وبدون ما نمد ايدينا للعالم، وهذه اهم حاجه عندي. طبعا انا قدرت بشغلي بالبحر ووجودي بطلوع بنزول، قدرت انه انا احمي عيلتي من انها تمد ايدها للناس وانها تحتاج الناس وانها نشوف الذل من الناس، لانه المجتمع مش حيجي لا يصرف علي ولا على اهلي ولا حيجيب لنا رغيف خبز عشان ناكله، ولا مستعد حد يدور علينا بشيء، لو بدنا نمد ايدينا لكل الناس. ام ايسه بحالها، وضع تعبان، هي قاعده تسوي، وضع البيت عندها تعبان، عندهم 10 اطفال بدها تعيش، لو الحياه عندها موفره وفي حدا متبني الامر تاع عيالها ما بتطلعش، لكن بخليها تطلع المرار الفقر الهم اللي هي فيه، لكن اذا تسوي
الحياة مرة احنا بنقول عنها. كل واحد سبحان الله ما عنده نظرة، إشي بيقول لك بتشرفت بلدك كلها، إشي بيقول لك قساوة عليها، وبعدين لما استوعبوا الوضع واستوعبوا عرفوا انها شاطرة وجدعة وبنت أخت رجال، خلاص يعني لو ما كان ما مش عارف إيش بده يكون مصيرنا يعني. يعني هي اللي بتجري وهي اللي بتطار وهي اللي بتخش البحر وهي اللي بتصايد، حتى مرات بتغامر وبتخش عند الطراد، يعني هذيك الدور الطراد أخذ لها نص غزلها وهي أخذت الغزل الثاني. يعني الصيادين طلعوا يقولوا والله احنا ما بنسوى قرش بدون مدلين. هي الزلمة تاع الميناء. مدلين بنت اخت رجال حرام تنزل على البحر. ابوها مريض. ابوها عيانه ميه وامها تعبانه. بس هذه يعني برضه احنا في الفئه اللي احنا فيها غريب يا راجل، الكل بصير يطلع عليها. يعني تيجي بين 1500 صياد زي بنت اخت رجال. انا تعبان. انا تعبان. يعني سامع غريب الكلمه. لا احنا يعني عندنا المجتمع عندنا هيك بقوه. هذه هي لا تجوزت ولا شافت لها خلفه ولا يعني ساعدت بحياتها ولا شيء. عاشت بينها وبين عاشت بين الرجال وعاشت هي بتقضي حياتها كلها واحد هيك حياه بالله بالله امانه والله. هذه لو في مصدر رزق لابوها البنت هذه تحوجش انها تيجي على البحر. طبعا الناس لما بتيجي شوفوا بنت زي هيك بتسوق ماسكه مطار وبتسوق حسكه وبتطلع بتنزل بتستغرب بصير الكلام. يعني فيش مستحيل واحد يجي يطلع يشوفنا وما يحكيش. كل واحد حر بآرائه. في اللي مبسوط بشغله، في ناس كتير مبسوطه بتفتخر بشغله، وفي ناس معارضه جدا معارضه. بقدرش انا اغير اراء الناس. اللي بحكيك بكونش مر بظروفي او بكونش بيعرف انه انا ايش بمر وايش اللي عانيته، بس اللي بيعرف بيشوف مدلين اول مره خلاص بتعود، خلاص بصير انه عارف انه في بنت بتشرب. طبعاً أنا مبسوطة كثير بمهنتي، برتاح وأنا على البحر. اليوم اللي بسرح فيه أو اليوم اللي بكون فيه بالبحر بكون صح تعب صح إرهاق ومسؤولية، بس بكون حاسة بالأمان، بكون مرتاحة بعيدة عن الناس كلها، بكون بعالم آخر. طبعاً بكون مبسوطة لأنه أنا عم بعمل إشي، بعمل إشي لأهلي وبعمل إشي لحياتي. بحس حالي إنه أنا عملت إشي ما حدش قدر يعمله، تخطيت كثير مشاكل معاناة عانيتها لحد إنه أنا أقدر أضل بمهنتي وبشغلي. ولما أطلع الشبك وأروح بصيد والصيد يكون معايا يكون منيح، أروح لأهلي أكل سمك ومصروف، طبعاً بكون مبسوطة كتير، بكون مرتاحة نفسياً. ولما مسرحش بكون متضايقة وبكون تعبانة وحابة أنا أضل بالبحر، مش حابة أتركه. كله بتروي؟ شوي خلص. طبعاً الصعوبات اللي واجهتها اللي هي زي أي صياد. البحر لازم تواجه منه صعوبات، ممكن يعلى عليك البحر، يطلع عليك ريح قوي، يطلع عليك غطيطة، بس الحمد لله دائماً كان يكون ربنا معي. وطبعاً من هذيك الفترة لحتى الآن أنا تعلقت في البحر، هاي اللي صار عمري 21 سنة وأنا بصرح بروح وباجي في البحر مع أخواتي. غدرة فيك يا شيخ ما صار مين بعرفها والله يا برجعناها. كيف الشيخ؟ ما حبي أبو تقدر ستين عارف أبو هناك عارف إيش اللي صار معك مبعوطة؟ مبعوطة كنت راسبة
طيب يا الله، طيب مبعوطة هي هم بحسبها غرقانة، يعني ما تقعد ليل نهار في البحر تغرق. بس اوعية قال مش قادرة اصبح عاد. انا عارف انك العاس قادرة تيار، خاصة التيار. بدي امد ايدي مش قادرة. لا بعدين هي خشت بنص تيار يعني لو بتطلع وين بتنزل. اوه هذا طبعا. ما عرفت شو احرك ايدي فيها بالمرة. هيك صارت الحسكة. والله بحسابها كويسة لأنه ظبطها الجدوح. قال لي بتاخذش معه. والله ظبطها. ورجعها اه ما انت اللي قلت لي اياها ثلاثة قلت حدوق الصينة وغزل كنت ارمي الغزل كمان بس قلت لك انا معدي على السلم نعم غطسة هيك صار تروحي معاه وين؟ تجيبي لمس يروح لحاله؟ بقول لك انطبع منا المستحيل بدكم تطلعوها بدك تغطسوا تطلعوها ما بضلش عنده ولا مرسى في نادور هنا في نادور اذا بدك نادور في نادور روح طلعي المرسى ولا مرسى طايل عندي شو ذهبي طلعها كريم يا دي حسكة يا راجل روح ولف من الغاد عشان نطلعها محلها شيء هيك كويس والله انا هيك مبسوط اللي انت عارفه عشانها سهله بدون ازعاج كله كم طلعها طيارتي انا ايام اللي اشتغلت 30 سنه صياد بقت كل صيادتي مخاطره على الرزق على السمك وعلى النيران عمرنا ما لعبنا بشغله اللي تمس خاطر امن اسرائيل يمكن علي بلفت اخطر من 200 قضيه لكن فيش قضيه امنيه لانه بقى الرزق نجيبه كله نعد على اسرائيل بقيت انا اخذ اجيب السمك في 2 طن اخذهم بالسياره في البيجو ابيعهم في تل ابيب صياد وسط تل ابيب انا ابيعهم ما ببيعهمش للتاجر ما عجبنيش السعر اركب السياره اتطنطر اروح ابيعهم بتل ابيب اقبض حقه واجي مروح بقينا عايشين معه اليوم عايشين ضرب صنادل عروسنا بخبش عليك صنادل عروسنا وابو بيج مش قادرين طعم اولادنا وضع يعني الموت افضل احنا مش عايشين كذابين بقول لك عايشين اكثر بني ادم اكل فشك من اليهود انا اكبر بني ادم اتضرر لليهود انا مطلوب نمره واحد لليهود بخبش عليك ممنوع اطلع اسرائيل ممنوع اطلع مصر تقول انا القائد الاول وانا بني ادم فاقد الوعي يعني اليهود حطاني برقم الف جلنبات جلنبات معي البركة يا ولدي هذا هن نعم بركة يا بركة الله يعطيك الصحة والعافية روحي اعملي عشان ناكلهن يلا روح حاضر وين امي طبعا اكثر شيء بكون مبسوطه منه لما بطلع السمك بروح على البيت بنظفه وبنقليه او بنشويه بناكل منه بحس انه انا باكل سمك طازه سمك عارفه من وين مصدره من جهدنا ومن تعبنا طبعا بكون سعيده كثير انا وانا بعمل بالسمك وانا باكل
فيش ولا حد فيهم اكلش من الصبح، لا انا ولا هم. ايش اللي صار معك اليوم؟ من انهي ناحيه؟ صار كثير حاجات. الماكينه اللي انكسرت ولا حاجه، كنت حاطه الحسكه وين ما كنا حاطينها وين ما بنرسيها. نعم. وهذا جاي على اخر حاطط بسرع بالماكينه على اخر. اه ومش موقف حد قدام، ومش موقف حد قدام عشان يشوف. قعدت الحسكه قعدت فوق المكنه، مش موقف حدا قدام عشان يشوف ايش قدامه. حسكه قعدت يعني شغل عشوائي يعني. خبط ماكينتك اللي عايشه من وراها وكسرت. وديتها وديتها عنيه، قال لي فوق ال 5000 شيكل. قال لي هذه بتكلف حوالي 50 مليون. وهيك انت وقفتي لا شغله ولا حامله. الشرطه قالت لي خليها لبكره الصبح، وبكره بنشوف كيف. اه بالنسبة لمدين هي اللي بتقول بعد الله سبحانه وتعالى، هي اللي قايمة في الدار والله مسكينة إني تعبتها معايا، وجهها انحرق من الشمس. طب إيش بدي أعمل؟ إيش بدي أسوي؟ مش قادر أعمل إشي. قالت لي يابا لو نقعد بنموت، هي أخوها بيشتغل معاها وبساعدها. أنا قلت لها لو بتجيب لنا سفيرة سمكة جلمبو تجيب لنا ناكل بركة. أما القعود فيش في فادي، يعني بدها تقعد، بدنا نقعد ست نفار قاعدين في قلب الدار نتفرج على بعضنا؟ هذا عمره ما صار. بدنا نعيش، بدنا نعيش فقط لغير يعني، من أجل البقاء يعني، عايشين من أجل البقاء بس يعني. أموات إحنا لكن عايشين والحمد لله رب العالمين. ما تعال بيجي 2 كيلو سلطة عين جلم بس. نعم نتعشى فيهم فقط فكر. والله الحمد لله كيف إن شاء الله يكون كويس. الحمد لله يعطيك العافية يقويك يا رب. لما مدلين تتأخر في الليل وهي في الصيد بقلك صحيح، لأنه الإسرائيليين بطخوا كتير يعني على الصيادين، واستشهد شباب كتير في البحر سعيين لرزقهم. وبالرغم من هيك فجأة ما بتلاقي الطراد يعني ملحقهم في أي لحظة لو تعدوا الحدود، فأنا بكون قلقانة كتير عليها بس من اليهود. لحظة هذا حطوه وين كتير ماشي. الله يسلم ايديك. اي وحيد كلمات ولا بلاش خبز كمان؟ طبعا انا كنت اتمنى ان انا اكون زي اي بنت لي بيت مدرستي جامعتي، بس الظروف اللي خلتني انا ان اكون انا مختلفه عن البنات، حياتنا والظروف والوضع اللي احنا عايشينه، ويمكن ربنا رد لهيك لانه شيء لمصلحتي. كسرت الماكينة بس تضل طيبة يا مدلين. أسعدني يا أبو امشي. والله ما هو نافع خربان بحر عدمان، هو اللي بيصلحوا فيه كمان، اللي بيصلحوا عدمان زيه. شوي شوي. البحر ميه مصوصه، بحر عدم. فيش فيه خير. سنة أوسخ سنة في التاريخ، من يوم الله ما خلقني في البحر. إذا بصلح في البحر 50 سنة أعطى من السنة ما مرتش. ميه فاضي زي ما بتحوز زي ما بترفع. وضع مش طبيعي. البحر كله مسموم ولا ايش اللي جرى مش عارف. هاي غزة وهاي بحر غزة وهاي بنية غزة. البحر غزة ما انت شايف. هاي كل اللنشات واقفة ووضع تعبان، الناس بتصرح صار لها شهرين على الفاضي. صيادين غزة انتهى امرهم. ملوا، الواحد يوم تين بتقف الرزقة بنجن، هالقصة لهم حوالي 5-6 سنين بيمارسوا في الحياة وتعبانة. وضع تعبان. مش سنة وتنتين وثلاثة، بس هذه السنة أعطل سنة مرت في التاريخ. لورا مش لقدام، لورا. فيش تقدم لنشات كبار كلها، هذا بدها كاز كل يوم، مبلغ الكاز. وسمك ما فيش، هي المشكلة، يعني اللي بيصيدوا بتحطوا هاي لكم، في بيرجع لورا كمان. لقيت الموسم روح وخلص وانتهى أمره، ب20/5 فيش موسم. يا رب.
ياسين. أنا غرف الصيادين، هذه الغرف اللي كانوا يقعدوا فيها الصيادين ويعتبروها بيتهم الثاني، زي ما أنا كمان كنت بعتبره بيت الثاني. كنت أقضي كل وقتي هان. اتدمر بالحرب، تم قصفهم وهو ما يعني من غير أي مبرر ومن غير أي سبب. كل اللي كان فيه الشبك ومواتير وغراض للصيادين، أدوات الصيد تاعتهم. هنا غرفتي، هاي الغرفة اللي كنت أعتبرها الغرفة الثانية بعد غرفتي اللي بالبيت، كنت أقضي كل وقتي فيها. طبعاً اتدمرت من ضمن الغرف اللي انقصفت تاعت الصيادين، كل محتوياتها بكل أدوات الصيد، كل إشي فيها انحرق، كل إشي فيها فيش إشي إنه أنا استصلحه منها. طبعاً أنا شعوري مش عارف، بس إنه دايماً بنقعد مع حالنا، ليش اشمعنا الصيادين وليش؟ ملناش لا في السياسة ولا في شيء، كل اللي بنجري له رزقتنا هذا كله خلص مع حم النار، كله خرب، كله زي ما بقول انحمى، ما بينفعش لإشي. هذا الشبك هو اللي كان مصدر رزقنا، في كنا نصيد السمك، في كنا نسرح. طبعاً خلص منفعش حلقت لأي إشي، ولا في إشي بالغرفة أو غرف الصيادين سالم أو صالح إنه الواحد يستخدمه. بمنعونا ندخل نصيد بالمسافة المطلوبة، وغير هيك ما فيش يعني مسكرين المعابر، فيش شبك بدخل، فيش مواد، فيش مواتير، فيش فيبر، يعني حاصروا الصياد بالبحر وبالبر كل إشي. أنا هلقيت فيش المستقبل، راح مستقبل. بقول لك كيف أنا اللي مستقبل هلقيت؟ أنا قلت لك زي الغريب صرت أجي على البحر، يعني الصياد بده إيدين، أنا هلقيت بإيد واحدة. كيف بدي أمسك ماكينة؟ كيف بدي أمسك غزل؟ هاي أنا هذا واحد أتعلم زي مني يمكن، هاي إيش شعور أنا وهو هلقيت ماسك الماكينة ومزود فيها على آخر، وأنا بتحصل على حالي وعلى حياتي. أنا إسرائيل هي دولة عنصرية، هاي كل شايفين على الطبيعة، يعني أنا واحد يمكن من مليون شخص فلسطيني، هيني صياد، لا أنا تاع سلاح، وهي شايف إيش عاملة في إسرائيل، أنا لا بهرب ولا بعمل إشي، أنا رايح لمهنة صيدي أطعم أولادي، أجيب لقمة لقمة لأولادي، بس اتفقنا لا، صواريخ بتنزل علينا، إحنا إيش شو؟ مش فاهم أنا إيش، بقول لك إحنا ديمقراطية، وين الديمقراطية اللي عندهم؟ هم العنصريين في كل العالم، كل العنصرية بتبقى عند اليهود. طبعا انا صح بحس بامان لما يكونوا حوالي صيادين، بس برضو بضل انه الخوف انه اليهود غدارين وإنه مش أمام، إنه خلص اليهودي بيتعامل مع الصياد كأنه مجرم، كأنه جاي بسلاح جاي يعمل جريمة. ما بتطلعش إنه هذا الصياد جاي بس بدور على رزق، بدور له حبة سمك. هذا حدث يومي بيصير مع الصياد يوم، إنه الانتهاكات ضد الصياد. الكل بيحترمها هالقي، بس عمري وكلهم يختي وبساعدوها وبيطلعوا معاها الحسكه وبنزلوا معاها الحسكه، يعني زي اخوه اخوه، ولا حدا نظر لاي نظره غير انها اختهم. وهي الحمد لله رب العالمين شقت طريقها بعذاب، مش بسهله انها تشق طريقها، لانه صعب انك تشق طريقك في البلد هذه بدون ما تواجه مشاكل. والحمد لله رب العالمين اللي بتسرح وبتجيب سمك وبتصيد وبناكل، بكفي ان بناكل من وراها سمك طازه. دحات وتعبت، بتمنى لها تكون تكون أسرة، بتمنى نشوف أولادها إن شاء الله يا رب قبل ما أموت. في قشر بالله، ولا حاجة ولا جلب لا صدنا عروسة. و
يا صلاتي وين العروسه؟ اهلا محمود، صدت امبارح محمود في الغاطس؟ امبارح ب 1300 شيء فضلت عاد؟ استنى وين؟ مغرب المية. انت في الممنوع يعني تشتغل؟ لا في الممنوع، ما لناش في الممنوع. ولا بدنا نصيد في الممنوع، ولا بدنا نموت من الجوع وما نصيدش في الممنوع. ما اتاخذت حسكتك هذيك الدور، ايش سوينا؟ لا احنا بدناش تتاخذ حسكتنا. اي لا حط حط هات وين البصل؟ هاي البصل، هات البصل يا حار. هات سكين ولا ذهيوان هنا محطوطه. هات كرسي، هات كرسي وقعد هنا. وين راحت طيب؟ انا بغزتها غزيتها فوق، حطيتها فوق، حطيتها فوق. قال شو قال؟ والاكترام يا الله. لا رسالتي للمجتمع انه في شعب هنا عنده انخنق، يعني من كثر مش بس عنده انخنق، انخنق ومش ضايل فيه نفس، يعني قاعد بتلقط انفاسه الاخيره، يحسوا بالوضع اللي احنا عايشينه. يعني انا واحده من الناس بشتغل من الصبح للمغرب، دب دب قادر اجيب اكل وشرب، دب قادر ابوي يمشينا اليوم. طب في ناس بتشتغلش بالمره كمان. انا بفتخر بالبلد اللي اسمها مالدين هذه، لانه هذه البلد غطيسها بتطلع 6-7 قمات، يعني اللي بيطلع في ايدها بيطلعش في ايدنا احنا، واحنا كنا على الشط هان على الساحل كله بيحترمها، ضحت في حياتها كلها في عمرها في مدرستها في جزتها بحياتها كلها عشان تربي الاسره تاعتها، ما ضلهاش هي حياه الا الميه المالحه. بالرغم من النجاح اللي وصلت له مادلين والوضع اللي هي لقيت عايشه فيه، الا ان انا بتمنى لها حياة يعني أفضل من هيك بعيد عن البحر. بتمنى لها أنا حياة سعيدة زيها زي أي بنت، تصير عندها بيت، تستقر في حياتها، حياة زوجية، تعيش حياة طبيعية زيها زي أي فتاة. طبعاً أنا مش مفكرة أن أنا أترك مهنة الصيد، لأنه يعني هي مصدر رزقنا الوحيد، بقدرش أنا أسيب أهلي وأسيب إخواتي. بحاول قدر الإمكان أن أضل بمهنة الصيد لحتى أوفر لهم المصروف وأخليهم بشأن أنهم يمدوا إيديهم لأي حد. طبعا احلامي ان انا اكمل دراستي، كل مهنه منيحه، اتزوج، يكون لي زوج صالح، يكون لي بيت زي اي بنت بتحلم بغزه. مادلين كثير بتحب البحر، يعني في دمها، يعني نفس زي السمكه، بتحب البحر زي السمكه، اذا طلعت السمكه من البحر بتموت، ومادلين نفس الشيء، اذا طلعت من البحر بتموت. طبعا انا حلمي اضل بالبحر، أعيش بالبحر، أكون زي السمكة ما أطلعش من المية. خلينا نصغر.